انا مبسوط ان انا النهارده اجي اصلي معاكم، خصوصا دي اول مره اصلي في الكنيسه، دي اول مره اشوفها الحقيقه. مبروك الكنيسه، ربنا يبارك، وباذن الله كل المشروعات اللي انتم مفروض تعملوها تتم بمحبتكم وبصلواتكم وبتدعمكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في شهر كهف دلوقتي، والشهر ده احنا بنستعد فيه لعيد الميلاد المجيد، التجسد، الله صار انسان. ليه؟ ده الموضوع اللي عايز اكلمكم النهارده، ليه عليه، لماذا التجسد. طبعا من احسن الكتب اللي شرحت لماذا التجسد هو كتاب تجسد الكلمة بتاع القديس أثناسيوس الرسولي، واللي أتمنى كل واحد منكم يقرأه. كتاب افيلبل على الإنترنت عربي وإنجليزي، افيلبل يعني جاست داونلود ببلاش، لكن هو كتاب مهم جدا. والحقيقة الكتاب عايز يتذاكر مش عايز يتقري، يعني تقرأ كده باراجراف باراجراف تفهم، شوف العمق اللي موجود فيه، لأن ده حدث عظيم جدا أن الله يصير إنسان. الحدث ده قسم تاريخ البشرية إلى ما قبل المسيح وإلى ما بعد المسيح. فليه التجسد كان ضرورة؟ في ناس كتيرة تقول ليه ما كانش ربنا يغفر الخطايا وخلصت على كده، أو كان يقول كلمة ويرجع الإنسان إلى الفردوس وخلاص على كده. الحقيقة التجسد كان ضرورة لأسباب كتيرة. أول سبب إن بعد السقوط الخليقة كلها فسدت، الخليقة كلها فسدت، زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول في روميا إصحاح 8 إن الخليقة كلها تئن وتتمخض من عبودية الفساد. في روميا 8 في عدد 20 يقول إذ أخضعت الخليقة للبطل. البطل اللي هو الفساد، والفساد ده يعني معناها الخطيئة، الخليقة دي هتنتهي. ليس طوعا بل من أجل الذي أخطأها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فالخليقة حتى المادة، حتى المادة بقت كلها فيها فساد. عشان كده لما ربنا جه وأخذ جسد مادي وتعامل مع المادة، يعني أخذ الخبز والسمك وصلى عليه وباركه، ربنا بان هو ياخد الطبيعه البشريه وياخذ جسد مادي ويتحد به وبالصلاه يعطي الامكانيه لتقديس الماده. فيبقى هنا الله سبب من اسباب التجسد انه يقدس الماده ويجعل الماده ممكن انها تقدس بالصلاه وكلمه الله، زي ما بولس الرسول بيقول في رسالته لتيموثاوس كل شيء يتقدس بالصلاة وبكلمة الله. عشان كده مثلا قبل ما بناكل بنصلي، علشان هذه المادة اللي فسدت تأخذ بركة وتتقدس. قبل ما تشرب كوات مية بترشم عليها الصليب وتشرب عشان تتقدس. قبل ما بتلبس ثيابك بترشم عليها الصليب وبتلبسها. مثلا في المعمودية قبل ما بنلبس الولاد الثياب الجديدة بناخد الثياب كلها وبنباركها ونرسم عليها علامة الصليب، وهكذا. فكل شيء بيتقدس بالصلاة وكلمة ربنا. الناس لما تاخد بيت جديد في صلاة اسمها صلاة تبريك المنازل، تقول ابونا تعالى عشان تصلي لي في البيت. ناس تجيب عربية جديدة تقول ابونا تعالى صلي لي عليها. دي مش دروشة، لا، المادة محتاجة تقديس، وكل شيء يتقدس بالصلاة
وبكلمة الله. فتجسد الله واتحاده بالمادة بجسد مادي، وأيضا إن هو تعامل مع المادة في حياته على الأرض 30 سنة أو 33 سنة اللي عاش على الأرض دي، فهو قدس المادة وأعطى للمادة إمكانية إنها تبقى مقدسة لأن هو ربنا يسوع المسيح تعامل معها. كنا اتكلمنا على فساد المادة، فالفساد الأهم منه هو فساد الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية كلها فسدت بسبب الخطية. فأيضا تجسد الله جه علشان يعالج هذه الطبيعة البشرية التي فسدت. في تطكية يوم الخميس في التسبيحة بنقول للعذراء مريم كل عجينة البشرية أعطيتها بالكمال لله الخالق. فربنا خد بشريتنا بكملها، خد بشرية كاملة، جسد ونفس وروح، جسد ونفس وروح، علشان يحرر هذه الطبيعة البشرية من الفساد. ولما أنا أتحد بالمسيح طبيعتي تتحرر من الفساد أيضا، وده اللي بيحصل في مياه المعمودية. في مياه المعمودية احنا بنولد خطاة وبنولد بطبيعة فاسدة، فبنيجي في مياه المعمودية وهذه المية خدت قوة ازاي؟ بالصلاة وكلمة الله. وهالمية دي مادة زي النقطة الأولى اللي قلناها، لكن لما بنصلي عليها ونقرأ عليها كلمة ربنا تتقدس هذه المياه وتعطي هذه المياه تأخذ قوة لكي ما تلد أولادا لله. فلما نجيب الإنسان اللي هيتعمد ونغطسه في مية المعمودية، اللي بيحصل إن الإنسان العتيق الإنسان الفاسد ده بيموت في مية المعمودية تماما وبيدفن، وبعدين بيقوم خليقة جديدة، خليقة جديدة. فيبقى ربنا جه علشان يعالج هذه الطبيعة البشرية. بعد ما احنا بنبقى خليقة جديدة انا مازال عندي حرية ارادة، فممكن اعمل خطية. فلو عملت خطية طب ازاي تتجدد الطبيعة البشرية مرة تاني؟ بتتجدد بالاعتراف والتوبة والتناول. لما الانسان بيقدم توبة وبيعترف بخطيته وبيتناول بتتجدد فيه الطبيعة الجديدة. علشان كده الطبيعة الجديدة بنرمز لها بالثياب البيضاء. علشان كده لما في سفر الرؤيا لما شاف ناس ماشية في ثياب بيض قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم في دم الخروف، يعني الثياب التسخ ولكن غسلوها في دم الخروف. ثالث حاجة يبقى احنا قلنا حاجة تقديس المادة، ثاني حاجة علاج الفساد اللي في الطبيعة البشرية، ثالث حاجة هزيمة الخطية بالجسد. هزيمة الخطية في الجسد. ربنا يسوع المسيح أخذ جسد بشري كامل، أخذ طبيعة بشرية كاملة، وعاش حياته على الأرض لم يصنع ولا خطية. زي ما نقول شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. يبقى هنا ربنا أعطى الإمكانية لهذا الجسد البشري، لهذه الطبيعة البشرية، إنها تستطيع أن تنتصر على الخطية وتستطيع أن تعيش الطبيعة البشرية دون أن تخطئ. ده لو حصل اتحاد كامل بالله، وزي ما القديس يوحنا يقول المولود من الله لا يخطئ، لأن ابن الله لم يخطئ. فلو أنا اتحدت بالله أيضا أخذ هذه الإمكانية النصرة على الخطية. ولكن احيانا بسبب ضعفنا وميولنا وبسبب حرية ارادتنا بنرجع تاني ونخطئ، ولكن الله من محبته اعطانا سر التوبة والاعتراف والتناول عشان حتى ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الله الاب يسوع المسيح زي ما القديس يوحنا ذكر في رسالته الاولى. ربنا هزم الخطيئة في الجسد، وهزم ايه تاني في الجسد؟ هزم الموت في الجسد. هزم الموت في الجسد. يعني ايه هزم الموت في الجسد؟ الله غير مات،
ولو ربنا لم يسمح للموت أن يقترب إليه ما كانش مات في تجسده، ولكن ربنا سمح إن الموت يقترب إليه. يعني إحنا أي واحد فينا إن عي جديد أو مع الشيخوخة بتنتهي حياته بيموت، إنما ربنا قال لي سلطان على الروح بتاعته أن أضحى وسلطان أن أخذها. أضحى اللي هو الموت، أخذها اللي هي القيامة. عشان كده التعبير الدقيق اللي بنقوله في القداس الكيرلسي قبل إليه الموت، قبل إليه الموت، يعني ربنا سمح إنه يموت. ونقول في القداس الغرغوري نقول لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. يعني إرادة الله وسلطانه هما اللي حددوا لحظة الموت بإرادته، إرادته كاملة. مش كده بلاطس لما بيقول له أنا لي سلطان أن أطلق، قال له عمر ما كان عندك سلطان علي البت، أنا لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذ. طب ربنا ليه قبل الموت في الطبيعة البشرية دي علشان يهزم الموت بقيامته؟ وده لحم خرسوس أنستي اللي بنقوله طول فترة الخمسين، وبموته داس الموت وأعطى الذين في القبور الحياة الأبدية. فربنا هزم الموت في الطبيعة دي علشان كده إحنا لما بنموت هنقوم. طب هنقوم إزاي؟ لأننا من قيامة المسيح، لأن ربنا هزم الموت في الطبيعة البشرية، فصار للطبيعة البشرية إمكانية القيامة والخلود مع الله. أعطى الذين في القبور الحياة الأبدية. يبقى ربنا قبل الموت في جسده علشان يهزم الموت، بموته داز الموت، ولما يقوم أي إنسان متحد به بالطريقة دي أستطيع أن أنا أهزم الموت وأقوم. أيضا ربنا تجسد علشان ينتصر على التجارب لأجلنا، ينتصر على التجارب لأجلنا. كان ربنا لازم يمر بكل حاجة إحنا بنمر بيها علشان يدينا النصر عليها. قديس بولس في رسالة عبرانيين يقول إيه؟ فيما هو قد تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. مش كده ربنا سمح للشيطان أن يقترب إليه ويجربه تجربة على الجبل. وربنا مر بكل ما نمر به من جوع ومن عطش ومن تعب، حتى الحزن بكى عند قبر العازر وفي جسيماني قال نفسي حزينة حتى الموت. مر بكل ده لحسابنا علشان لما ربنا ينتصر يبقى أنا لما اتحد بربنا أستطيع أن أنتصر فيه هو. وده معنى الآية لما ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. تخيل مثلا لو أنا بيجي أقول لك أنا عارف في الشغل بتاعك ده هيكون عندك مشاكل كتيرة بس أنا قبلك انتصرت عن المشاكل دي، هتقول طب وأنا مالي وماله؟ طب هو انتصر ده مش معناه أنه انتصر على المشاكل دي. لما أقولها أنا تختلف عن ما يقولها ربنا. ليه؟ لأني أنا منفصل عنكم. إنما ربنا لما بيقول أنا قد غلبت العالم ده معناه أن أنت لما تتحد بي هتقدر تنتصر على كل الضيقات اللي موجودة زي ما أنا انتصرت عليها. ده معنى في العالم سيكون لكم ضيق، أنتم تبكون وتنوحون والعالم يفرح، لكن ما تقلقش أنا قد غلبت العالم. فلما تتحد بأنا غلبت العالم لحسابك، غلبت العالم لحسابك أنت. وهنا برضه أنا عايز أفرق بين حاجة عشان دي حاجة ممكن تلغب بعض الناس. ممكن واحد يقول ما هو الله، ما هو لازم يغلب العالم ولازم ينتصر، بس أنا بتكلم على الله الذي صار إنسان، الذي أخذ طبيعتنا الكاملة، طبيعتنا البشرية الكاملة علشان فيها يهزم الموت، يهزم الخطية، ينتصر على التجارب، يعالج الفساد، يقدس المادة. بالطريقة دي ربنا عمل كل ده لحسابي أنا. فأنا أول ما اتحد بربنا وابقى معاه بالطريقة دي كل النصرة بتاعته بقت نصرتي أنا،
كل اللي ربنا عمله ده هيبقى معمول لحسابي انا. طبيعي انا ليا اكسس ليه، ليا ان انا استطيع ان انا انتصر على كل الامور اللي انتصر ربنا عليها. والا ايه معنى الايه في العالم سيكون لكم ضيق لكن صخوا انا قد غلبت العالم. ومساعده ربنا لينا ليس مساعده من الخارج، يعني زي مثلا واحد كده انا اعرفه بيتوسط لي فبيحل لي مشاكلي. احيانا كده فكره ربنا ان هو بيساعدني كده من الخارج، يعني قوه خارجيه بتساعدني. الحقيقه مش كده، هي الاتحاد بالله، ودي اهميه التناول، لان التناول بيدين الاتحاد بالله. فانا لما ابقى متحد بالله هبقى واحد فيه، وطالما انا واحد فيه يبقى نصرته بيت، هي النصره بتاعتي. وايضا زي ما اتكلمنا عن النصره على التجارب، ايضا النصره على الشيطان. ربنا هزم الشيطان وربنا قيد الشيطان، عشان كده قال الذين في يدي لا يستطيع الشرير ان يمسهم. لو انا في ايد ربنا متحد معاه الشيطان ما قدرش يقرب مني، لا يستطيع يقترب، لانه لو قرب مني يبقى بيقرب من مين؟ من المسيح. لكن لو انا منفصل عن ربنا يقدر يقرب مني، بيقدر يهزمني. لكن طالما انا متحد في سيد المسيح لا يستطيع الشيطان ان يقترب مني. ولو تجرب واقترب مني انا بالمسيح اللي انا متحد معاه استطيع ان انا اهزم الشيطان. وده المرد اللي بنقوله طول اسبوع الالام فهذا الصليب. يا رب يسوع المسيح، يا من صلبت على الصليب، اسحق الشيطان تحت اقدامنا، اسحق الشيطان تحت اقدامنا. ما انت يا رب اسحقت الشيطان وانت قيدت وانتصرت عليه، عشان كده انا لما اكون متحد بيك انا يا رب استطيع ان انا اسحق الشيطان ايضا زي ما انت انتصرت عليه. النقطه اللي بعد كده خلاص الذين في الجحيم. كان في ناس قبل سيد المسيح بعد ما الفردوس اتقفل، ناس يعني عاشوا بحياة البر، بس طبعا البر النسبي. يعني شوف مثلا داود له أخطاء كتيرة، ولكن يعتبر بار، لو قلنا بالمقارنة للباقيين يعتبر بار. وأيضا كان يحيى حياة التوبة، لكن كانت خطيته ما اتغفرتش غير بالصليب، عشان كده لما مات راح الجحيم. وكل الأبرار في العهد القديم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأرميا وحزقيال ودانيال والثلاث فتية، كله راح الجحيم، وكانوا منتظرين مخلص ينقلهم من الجحيم إلى الفردوس. فكان ربنا لازم يذوق الموت وينزل إلى الجحيم علشان من له سلطان أن يكسر أبواب الجحيم؟ من له سلطان انه يدخل الى الجحيم علشان يحرر النفوس دي؟ انتوا عارفين ربنا مرة قال مثل، قال لا يستطيع احد ان ينهب بيت القوي الا ان يربط القوي اولا وبعد ذلك ينهب امتعته. مين القوي في المثل ده؟ الشيطان. فكان ربنا لابد ان يربط الشيطان اولا، وده اللي حصل على الصديد، وراح نزل بيت القوي اللي هو جحيم، وراح كلمة ينهب أمتعته يعني يخلص الأرواح اللي كانت في الجحيم. الشيطان ما قدرش بقى يقف هنا، ده رب المجد نفسه. فنزل إلى الجحيم، مش كده الكنيسة تقول سبى سبيا، أخذ كل الناس اللي كانوا مسبيين أخذهم وراح نقلهم إلى فردوس النعيم، وفتح باب الفردوس. باب الفردوس كان مغلق. طيب وربنا داخل الفردوس، حد يقدر يقفل الباب قصاد سيد المسيح؟ استحالة ان ربنا حد يقفل الباب قصاد سيد المسيح باب الفردوس. ومن هنا جت تمثيلة القيامة اللي بنقولها، من هو هذا ملك المجد؟ هو الرب القدير العظيم القوي في الحروب، هذا هو ملك المجد. معقولة الملائكة تفضل قفل باب الفردوس قصاد المسيح؟ فأول ما المسيح طلع بالأرواح اللي واخدها من الفردوس، أبواب الفردوس اتفتحت، فدخل المسيح وكل الأرواح دي دخلت معاه. ما قدرش يقول الأرواح ما تخشش، ملائكة ما قدروش،
انه داخلين في المسيح، داخلين متحدين في المسيح. وكلمة في المسيح دي اللي بولس الرسول استخدمها كتير لما يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يعني أخذنا معه، يعني أجلسنا معه في السماويات. ما هو بالطبيعة البشرية قام، فأنا لو متحد بالمسيح هبقى قمت مع المسيح. هو بالطبيعة البشرية صعد إلى السماء، وبالطريقة دي أنا أقدر أدخل إلى السماء. ودي خلينا أتكلم عن النقطة اللي بعدها، مش بس فتح باب الفردوس، إنما فتح أيضا السماوات لنا. السماوات فتحها لنا. بولس الرسول اللي يتكلم على دخول المسيح للسماء يقول كسابق لنا. كسابق يعني ايه كسابق؟ اسم سبت الفرح فيها جملة يعني كتير ما بناخدش بالنا منها. الجملة بيقول ايه؟ انه دخل الى السماوات، الموضع الذي لا تدخل اليه اي طبيعة بشرية. يعني السماء ده ممنوع ان اي طبيعة بشرية تدخل فيه، ممنوع. طيب لما يجي الابن يسوع المسيح المتجسد، الابن المتجسد هيدخل السماء، حد يقدر يقول له لا؟ ده ملكوت، حدش يقدر يقول له لا. طب هو دخل بايه؟ دخل بطبيعة بشرية. يبقى اذا بتجسده وانه يدخل السماء بالطبيعة البشرية اعطى الامكانية لينا احنا البشر احنا ندخل السماء. والطريقة الوحيدة اللي انا ادخل السماء ان انا اكون في المسيح. فلما اكون في المسيح يبقى اقدر استطيع ان ادخل السماء في المسيح وانا متحد به. هذا المكان الذي لا تدخله طبيعة بشرية استطيع ان ادخل لو انا متحد بالمسيح، لان المسيح دخل بالطبيعة البشرية الى السماء. ومن هنا نفهم ان كل التجسد هدفه هو الاتحاد بالانسان، عشان ربنا يحقق كل الامور دي، يقدسني ويعالج الفساد ويهزم الخطية ويهزم الموت ويخلينا انتصر على التجارب وانتصر على الشيطان ويخلص الناس اللي هم نزلوا في الجحيم ويفتح باب الفردوس ويفتح ملكوت السماوات. كل ده لو حصل الاتحاد ما بين الله وما بين الانسان. اخر نقطة في التجسد ان ربنا جه وتمم الناموس. قال لي ليوحنا المعمدان، قال له يليق بنا ان نتمم كل بر. ليه؟ وربنا محتاج ان نتمم كل بر؟ لا، اكشري احنا اللي كنا مطالبين بتتميم بر الناموس، واحنا ما زلنا مطالبين، لان ربنا قال ابن الانسان لم يأتي لينقض بل ليكمل. طب ومين يستطيع فينا ان يتمم بر الناموس؟ ولا واحد، ده الجميع زاغ وفسدوا وعروسهم من الله. فجي السيد المسيح تمم كل البر اللي في الناموس. وبالطريقة دي لما انا بتحد بالمسيح في المسيح بأعتبر ان انا كملت بر الناموس. مش كده في روميا بولس كان بيتكلم على مجموعتين من الناس، مجموعة بتحاول تتمم بر الناموس بجهادها وفشلوا، مجموعة تانية اتحدت بالمسيح ومن خلال اتحادها بالمسيح اعتبرت انها تممت بر الناموس، لان المسيح تمم بر الناموس واداني البر ده بر مجاني. وده اللي بولس الرسول سماه بر المسيح، بالإيمان بالمسيح وبالاتحاد بالمسيح. يبقى اليهود كانوا بيسعوا في أثر البر، بولس قال كده، بينما كانوا يسعوا في أثر البر ما قدروش يوصلوا للبر. ولكن الناس اللي آمنت بالمسيح واتحدت به أخذت بر المسيح. إيه بر المسيح؟ إن المسيح تمم كل الناموس لأجلي، فأنا لما اتحدت به خدت البر ده كعطية مجانية من المسيح. السيد المسيح صلى. لو السيد المسيح ما كانش صلى بطبيعة البشرية، يعني وهو متجسد، كل صلوات دي ليس لها قيمة.
لكن صلواتي أخذت قوة من صلاة السيد المسيح. صومي يأخذ قوة لأن المسيح صام. لأن المسيح صام عنا. أي جهاد بياخد قوة لأن المسيح تممه. لو سيد المسيح ما كانش تممه ما ياخدش القوة دي. ومن هنا أنا في المسيح أصبحت بار، أصبحت مقدس، أصبحت كامل. ده من خلال اتحادي بالمسيح. لو فهمنا النقطة اللي أنا قلتها دي كلها، يبقى إذن التجسد هدفه هو أن الإنسان يتحد بالله، لأنه باتحاده بالله هينتصر على الطبيعة، على الخطية، الفساد، المادة تتقدس، ينتصر على الموت، على التجارب، على الشيطان، على الجحيم، يفتح باب الفردوس أمامه، ويفتح ملكوت السماوات، ويحصد بار في المسيح. وده اللي قاله القديس أثناسيوس الرسول لما قال الله صار ابن الإنسان لكي ما يجعل الإنسان ابن لله. أفهمها زي دي، ربنا صار ابن للإنسان يعني بإنسان بإبشر عشان أنا اتحد بيه، ولما اتحد بيه هو الابن، فأنا في المسيح بقيت إيه؟ ابن الله. ده لو انت عدت تقروا على موضوع الثيوزيس، هو ده الثيوزيس اللي هو اتحاد بالله بصورة بسيطة جدا. طبعا في ناس بياخدوها to other extreme، انا مش خش في الجدل اللاهوتي ده، لكن هو ما هو الثيوزيس؟ الثيو اللي هو الله، فالثيوزيس هو الاتحاد بالله، لان انا متحد بالله. وامكانية الاتحاد بالله موجود عن طريق الاسرار. فانا مثلا في المعمودية يقول انتم الذي تعمدتم قد لبستم المسيح في التناول، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فالاسرار هي اللي بتوحدنا بربنا، وده اتحاد عجيب ما اقدرش اشرحه، محدش يقدر يشرح لي ازاي، عشان كده بنسميه سر، ميستيريون، ميستري، سر، محدش يقدر يشرحه، محدش يقدر يفهمه. لكن هو في اتحاد حقيقي بيحصل ما بين الانسان وما بين ربنا. الاتحاد ايه اللي بيفصله؟ الخطيه. ولكن محبه ربنا ادانا التوبه والاعتراف والتناول، علشان كل مره اعمل خطيه وبينفصل عن المسيح برجع تاني وبتحد بيه. هو ده هدف التجسد. فالسؤال بقى لينا ايه اللي انا اخده من المحاضره دي؟ هل انا متحد بربنا ولا انا سايب خطيه تفصلني عن ربنا؟ هل انا عايش في الله وعايش في المسيح وثابت في المسيح، ولا أنا منفصل عنه؟ كل خطية بتفصلني عن ربنا. عدم محبة الإخوة يفصلني عن ربنا، عدم التسامح يفصلني عن ربنا، الكبرياء يفصلني عن ربنا، محبة المال بتفصلني عن ربنا، محبة الشهوات العالم بتفصلني عن ربنا. فهل أنا بجاهد ضد الحاجات دي علشان أتحد بالله وبثابت في الله؟ مش معقول يكون ربنا تجسد عشان يديني كل النعم دي مجاني وانا سيب نفسي منفصل عنه. فلو عايزين فعلا نعيش التجسد لابد ان احنا نثبت في الله، والله ثابت فينا، وبالطريقه دي ندعى ابناء الله لالهنا المجد الدائم الى الابد. امين. اتفضل نصلي. اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن اجرنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والآن محبة الله الآب ونعم ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة مهبة عطية بركة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، وسلام الله يكون معكم.